بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة غرباء الشام للإعلام تقدم. الحمد لله، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما من شيء شئت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد ربنا على أن وفقتنا للحمد، أطعمتنا من جوع، سقيتنا من ظمأ، كسوتنا من عري، هديتنا من عمي، نصرتنا من قلة، رفعتنا من ذلة، نورتنا من جهالة، خلصتنا من ضلالة، أكرمتنا بالإيمان، أنقذتنا من الكفر والفسوق والعصيان، فلا نحصي ثناء عليك. سبحانك سبحانك، ما عرفناك حق معرفتك ولا ذكرناك حق ذكرك ولا شكرناك حق شكرك ولا عبدناك حق عبادتك. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سنا الشوك والمحمى من الأبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. كفانا فخرا أن تكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون لك عبيدا. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ربنا ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك، ومن كنت معه فمن عليه، ومن كنت عليه فمن معه. ربنا عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. من طلبك وجدك، ومن وجدك وجد كل شيء، ومن فته فاته كل شيء. فاستر اللهم عوراتنا، وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وخذ بأزمة قلوبنا إلى ما فيه رضاك، وأكرمنا بتقواك، وجعلنا نخشاك كأننا نراك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات، ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. وأشهد أن القائد والقدوة محمدًا رسول الله، طلع في أفق الوجود بدره، وسطعت فيه شمسه، بعثه الله بالبيان
فأظهر دينه القويم على سائر الأديان. يا سيد الرسل، طب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. اللهم صلي وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلماتي. رباه رباح، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد، أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. يا عباد الله، إن الأمم لا تموت في حادث تصادم مهما بلغت شدته وقوته، وإن الحضارات لا يمكن أن تقضي نحبها بطلقة اغتيال، ولكن سقوط الأمم وزوال الحضارات مبني على سنن لله ثابتة بثها في هذا الكون وأقام عليها هذا الوجود. وأراد ربنا أن يلفت أنظارنا إلى هذه الحقيقة، فنجد أن ثلث القرآن الكريم هو قصص تحدثنا عن الأمم السابقة والحضارات الماضية، عن شعوب سادت وقادت وملكت وسيطرت، عن نماذج في تاريخ بني الإنسان صار لها من القوة والسطوة ما صار مضرب المثل، حتى أن آية القرآن خلدت كثيراً من صفاته ونعوته، وشخصت كثيراً من وقائعه وأحواله. وما كانت قصص القرآن التي تحدثنا عن الأمم الماضية، عن ثمود وعاد، عن قوم لوط وقوم نوح وقوم فرعون، عن قوم سبأ وأصحاب الأيكة والمؤتفكة، ما كان الحديث هذا للتسلية ولتمضية الوقت، بقدر ما هو لفت من الله لأنظارنا على حقيقة ثابتة في هذا الوجود، وسنة لا تتخلف في هذا الكون، بأن الدول تقوم، وأن الحضارات تنهض وتبني نفسها، وأن الشعوب تسود وتقود، ولكن ما إن يطرأ عليها خلل وعلل، وما إن يدب فيها فوضى، وما إن تنتشر في أوصالها جراثيم الفساد والإفساد، وما إن تعمل فيها معاول الخطأ والخطيئة، إلا وبهذه الدول والكيانات والحضارات والقوى العظمى إذا بها تضعف تدريجيا وتتراجع مرحليا، ثم تنكسر انكسارا نهائيا، ثم تنتهي وتبيد وتزول. واستثنى ربنا جل في علاه من هذه السنة
سنة الإبادة للأمم والدول والكيانات والحضارات إذا دب فيها المرض أو طرأ عليها الخطأ أو انتشر فيها الفساد استثنى من هذه الدول والحضارات دولة الإسلام أو أمة الإسلام أو حضارة الإسلام. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بعذاب عام فأعطانيها، يعني كما أغرق قوم فرعون أو كما جعل عاليها سافلها على قوم لوط أو كما أهلك أقواماً بالرجفة وآخرين بالصيحة وآخرين بالريح المرسلة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بعذاب عام فأعطانيها، وسألته أن لا يسلط عليها عدواً من غيرها يستأصل شأفتها فأعطانيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو اجتمع على هذه الأمة من بأقطارها، أي لو اجتمعت كل كيانات والدول وقوى الكفر والشرك والإلحاد والزندقة والوثنية والطغيان والفجور وكل قوى الفساد والإفساد وعوامل التدمير، لو اجتمع على هذه الأمة من بأقطارها، أي من بأقطار الكرة الأرضية تماما، فلن يستأصلوا شأفتها. وسألته سألته ألا يجعل بأسها بينها شديد فمنعنيها. هذه الأمة تنام ولكن لا تموت، تضعف ولكن لا تذوب، تنكسر ولكن لا تندحر، تتراجع ولكن لا تباد، فهي أمة باقية لأنها الأمة المختارة. ولكن استثناء الله لها من هذه السنة مع حديثه عن هلاك الأمم الأخرى في القرآن عن عوامل وأسباب ضعف الأمم وزوالها، تنبيه لهذه الأمة إلى أن تنتبه لهذه العوامل. وكأن الله عز وجل يقول: إذا رأيتم فيكم ضعفاً وتسلط عليكم عدوكم ونالكم العذاب والخسف وأصابتكم المحن والويلات، فإن هذا بما كسبت أيديكم، بأمراض ظهرت فيكم، بعلل وأخطاء وخطايا أنتم اقترفتموها، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ما الذي يجعل من بأقطار الكرة يتجمعون على الأمة كما تجتمع الأكل على قصعتها؟ إنه الأمر الثالث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه إياه فمنعه، أن لا يجعل بأسها بينها شديد، أن لا يجعل بأسها بينها شديد. درس أعداؤنا بدقة وتمحيص تاريخ هذه الأمة منذ نشوئها، كيف تكونت، كيف تشكلت، كيف انتشرت، كيف توسعت، كيف انتصرت، ثم درسوا مراحل التراجع في حياتها، درسوا واقع الأمة في حالة الصدام العسكري مع عدوها وكيف أنها دائما تنتصر في ميادين الصراع المسلح، أي ميادين الصراع العسكري الميداني ولو كانت قليلة العدد والعتاد. وعلموا أن في هذه الأمة سر يجب أن يكتشف، فما زالوا يبحثون ويجروا الدراسات حتى وصلوا إلى حقيقة حتمية، أن نقطة الضعف في الأمة أن يجعل بأسها بينها شديد. فبدأوا يعملون في الليل والنهار على هذه القضية، كيف يجعلوا بأس الأمة بينها شديد، لأنهم أيقنوا إذا نجحوا في الوصول إلى هذه النقطة فهم سينجحون في كل الميادين العسكرية والسياسية والاقتصادية، أن يسهل عليهم
الهيمنة على هذه الأمة والسيطرة عليها إذا استطاعوا أن يجعلوا بأسها بينها شديد، إذا جعلوها تتشرذم، إذا جعلوها تتنازع، إذا جعلوها تتصارع، إذا جعلوها تتقاتل. أعداؤنا أدركوا هذا السر الخطير، العمود الفقري في كل انكساراتنا وفي تأخر انتصاراتنا وفي كل نكباتنا وويلاتنا. أعداؤنا اكتشفوا وبدأوا يعملون على هذه القضية، ونحن لا نريد أن ندرك هذا الأمر ولا نريد أن نستوعبه يا عباد الله. نعم، إن الذي أقوله ليس كلاما توصيفيا ولا تحليليا، إنه حقيقة عمل عليها الأعداء عقودا بل قرونا من السنين. وكلما ظهر في سماء الأمة مظهر من مظاهر التقارب أو التلاقي أو التوحد، افتعلوا مشكلة أو هيأوا سببا أو صنعوا قضية ما من أجل أن يعيد الأمة إلى حالة الافتراق وحالة التصارع. يا عباد الله، لما أقول هذا الكلام ولماذا مهدت بهذه المقدمة؟ من أجل أن أصل إلى قضية الوقت التي يتحدث عنها الكبار والصغار، وصارت حديث المجالس وأفرزت إفرازات خطيرة وكثيرة ما عادت تنضبط، ووعي الأمة ما عاد قادر على أن يتعامل مع هذه المسألة باتزان ولا باحتواء ولا بإدراك، ألا وهي قضية إعدام الرئيس صدام حسين. كلنا تألم لما جرى، وكلنا يعتبر أن ما حدث هو طعنة لهذه الأمة بمجموعها. وأنا تكلمت في خطبة العيد بعد الإعدام بأويقات عن خبث هذا الأمر وكيف بُيِّت ولماذا قرروه. لم يكن التقرير في الأمر عيد الأضحى بقدر ما كان يوم السبت، يوم اليهود، يوم التدين المقدس. كل وكالات الأنباء وكل الفضائيات تحدثت عن تحليلات شتى، ولكنهم جميعا لم يلفتوا النظر إلى أنه في يوم السبت اليهودي الذي أعدم فيه صدام حسين كان في نفس اليوم افتتاح المعبد والمحفل اليهودي في بابل، بابل التي تم شراؤها كاملة، وخصوصا نينوى وذي الكفل اشتريت بأموال اليهود بتمويلا من تل أبيب، وتمركز فيها اليهود هناك ويعلنون طقوسهم جهارا نهارا. في ذاك السبت افتتح معبدهم، وفي ذاك السبت كانت ذكرى السبي البابلي الأول لليهود في أرض بابل في العراق. إنها رمزية يهودية خبيثة خطيرة، ولكن اليهود دائما يعملوا من وراء ستار. دفعوا بعض الأجنحة في العراق للقيام بعملية الإعدام ضمن مسرحية مرتبة مفبركة، ويم الله وأقسم بالله كل ما شاهدتموه مفبركا ومدروس بما فيها تصوير لقطات الإعدام وتسريب لقطات الجوال والشعارات التي صاحبت إعدام الرئيس صدام حسين، إن كل هذا مرتب ومبيت. ثم ما أعقب ذلك من تنديد أمريكي وأنهم طلبوا تأجيل إعدام صدام حسين أسبوعين، من تسريب معلومات بأن أمريكا كانت تنوي تهريب صدام حسين وعقدت معه صفقة سرية لإيقاف المد والنفوذ الإيراني والشيعي في العراق، وما إلى ذلك من تحليلات. كل هذا مرتب ومفبرك عبر آلية عقدية ورؤية تلمودية توراتية إنجيلية يمينية متعصبة مدروسة تقاطعت مع مصلحة بعض الأجنحة الشيعية العميلة التي باعت نفسها كما باعت أطراف سنية نفسها في العراق للمحتل، وكانوا أدواتاً لتنفيذ هذه المؤامرة. ما الهدف؟ ما الهدف
أنا قدمت لكم مقدمة أريدكم أن تفهموا، إن بعد ما حققه حزب الله في جنوب لبنان من انتصار على اليهود، وانتبه على اليهود الذين ثأروا وانتقموا وقدموا قربانهم في يوم سبتهم، إن هذا الانتصار في جنوب لبنان أدى إلى تقارب بين أبناء الأمة سنة وشيعة، وأدى إلى حالة من التوحد، وبدأت الأمة تتجاوز الخلاف المذهبي وتعلم أن لها عدوا هم اليهود يجب القضاء عليهم، مدعومين بالأمريكان الذين من أول أسباب احتلالهم للعراق هو تأمين أمن اليهود في فلسطين، وعدم السماح بأية حال من الأحوال أن يمس أمن إسرائيل، مع تهريب احتياطي النفط العراقي كاملا من العراق إلى فلسطين. وهذا ما كشفته في أكثر من لقاء، وقلت أن هناك عملية تسمى عملية التوب لاين، عملية شيخيا المقدسة التي نظمت في أواخر الستينات أوائل السبعينات، وهي أن ينقل النفط العراقي من ميناء البصرة إلى ميناء حيفا عبر الأراضي الأردنية، من أجل أن تؤمن إسرائيل احتياط نفط يكفيها لخمسين سنة قادمة، لأنها ستدخل الآن مرحلة صراع مفتوح مع دول الجوار، وتحضر نفسها لمعركة مفتوحة مع سوريا. والنفط هو عصب الحركة في أوقات المعارك وفي أوقات الصراعات والنزاعات. لما رأى اليهود والأمريكان أن حالة من التقارب السني الشيعي بدأت بعد انتصارات حزب الله في الجنوب، وبدأ السنة يلهجون بذكر أمين حزب الله ويتشرفون به، وبدأ تلاقي الإخوة من السنة والشيعة على أعلى مستوى. ثم بعد أن لاحظ الأمريكان أن هناك قوى شيعية في جنوب العراق ووسطه بدأت تعلن تمردها على المحتل، وبدأت تعلن تمردها على الأجندة الشيعية المرتبطة بعمالة في العراق، وأنا أعلم أن هناك تيارات شيعية وطنية مقاومة مقاتلة في العراق، وفي هذه المرحلة المقبلة تتجهز أطراف كثيرة من عشائر العرب الشيعة في الوسط والجنوب، ومن تيارات دينية أسميها باسمها في محاضرة، بدأت تتجمع وتوجد حالة تماس مع المقاومة السنية في العراق لدحر هذا المحتل، لما رأوا تقارب الأمة ويعلموا أن قوة الأمة بالتقارب وضعفها أن يجعل بأسها بينها شديد، عجلوا بإعدام صدام حسين، عجلوا بإعدام صدام حسين لكي يحققوا الأهداف التالية: أولا، عقدة ثأر وانتقام من أيام بابل حققها اليهود بإعدام صدام في يوم سبتهم ويوم فتح محفلهم ومعبدهم وفي ذكرى سبيهم الأول في بابل. اثنين، إيجاد حالة من التنافر والتدابر والصراع السني الشيعي بعد أن صوروا أن عملية الإعدام تمت عبر أجندة شيعية وقوى شيعية سربوها وهربوها وضخموها، حتى رأينا الغوغاء من الأمة الذين كانوا البارحة يهتفون باسم حزب الله وحسن نصر الله بدأوا يشتمونه في الشوارع، سمعتها في عدة محافظات، وبدأ الناس الثزج يقعون في الفخ الذي أراده لنا اليهود والأمريكان والطرف الشيعي العميل الذي كان مشتركا بعمالة في قضية إعدام صدام حسين. كلنا نقول أن هذا الإعدام أيها الأحبة إعدام جائر، إعدام تجاوزوا فيه كل القيم، ولم يرعوا ذرة احترام لهذه الأمة، وهو إعدام طال الأمة بمجموعها في التصور العام. ولكن صدام حسين في البداية والنهاية إنما هو رجل، طفل يقتل في فلسطين قد يكون عند الله أوزن وأثقل وأحب. وقلت للإخوة البارحة إن انتهاك عرض فتاة مسلمة واغتصابها على يد الأمريكان أو يد اليهود تسوى عند الله ألف حاكم عربي يعلق على حبال المشانق، فمن يغضب لحرماتنا وعفافنا وشرفنا؟ إن إعطاء المسألة أكثر من حقها، وإن هذا التهويل الإعلامي
تهويل مدروس عبر إعلام مسيطر عليه بقبضة يهودية أمريكية. إن التضخيم لحالة إعدام صدام حسين وراءها ما وراءها. وإذا لاحظتم الوتيرة الإعلامية كلها تتصاعد في المحاضرات، في اللقاءات، في المقابلات، في النشرات، في التحليل السياسي، كلها عم ترسخ فكرة واحدة، فكرة الصراع السني والشيعي والتنافر بعد التقارب والتدابر بعد التلاقي. يا عباد الله، إياكم، لقد أعدم الرجل أفضى إلى الله، أفضى إلى ربه، وهو الآن محبوس بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإن المئات الذين يقتلون في العراق يهمونا كما يهمونا إعدام صدام حسين. ولكن يا عباد الله، إياكم، إياكم أن تقعوا في الفخ المرسوم من بعد إعدام صدام حسين، والذي بسببه تمت عملية الإعدام، وهي تعميق الصراع والكراهية والحقد ما بين أبناء الأمة سنة وشيعة. يقول البعض: ولكن ألم ينفذ أطراف شيعية ويشترك في هذه المؤامرة؟ أقول: بلى، أطراف شيعية باعت نفسها في العراق، يقابلها أطراف سنية باعت نفسها. لما لا يتحدث عنها؟ لما لا يتكلم عنها؟ شغلونا جميعا في قضية إعدام صدام حسين، ونجحوا في الوصول إلى الهدف، زرع الكراهية، جعل بأس الأمة بينها شديد. ولماذا لم يلفتوا الأنظار إلى قضية الصومال؟ لماذا لم يحدثون لماذا سقطت المحاكم الإسلامية في 3 أيام، وهي القوة الضاربة في الصومال؟ لماذا لم يتكلموا عن اجتياح الحبشة؟ لماذا لم يكشفوا السر في بيع قيادات المحاكم الإسلامية للمسلمين في الصومال؟ قيادات سنية سلفية جهادية باعت جهاد الصوماليين، وباعت المحاكم وقبضت الثمن، وباعتهم لمن؟ لمشروع أمريكي ولجيش أثيوبي ستضم الصومال المسلمة الآن إلى أثيوبيا الصليبية. لما لم يتحدث الناس عن تلك المأساة التي هي أخطر بألف مرة من قضية إعدام صدام؟ إن المسألة كبيرة يا عباد الله، إنني أريدكم أن تستوعبوا بعد المؤامرة، وتعلموا أن المرحلة المقبلة على هذه الأمة هو التفتيت، هو زرع الكراهية، هو زرع الصراع، هو زرع الاقتتال. فلا تقعوا في المطبات ولا تقعوا في الفخ. فإذا ما رأيتم بعض أبناء الأمة باعوا أنفسهم فلا تبيعوا أنفسكم، وإذا هم كانوا بوابة لتمرير المشروع الأمريكي اليهودي فإياكم أن تكونوا أنتم بوابة أيضا. وإنما يعرى العميل ويطوق ويسقط، وسياسة التعميم مرفوضة وغير مقبولة يا عباد الله. هذا ما أردت أن أكلمكم عنه في هذه الوقفة، لأنه أمر خطير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تستوعبوه وأن تدركوه جيدا. جاءني شاب يا عباد الله يسألني، يقول لي: الصين 1,000,000,000، الصين 1,000,000,000 وتزيد، يجمعها نسيج واحد وهم واحد وهدف واحد، وما زالت تجمع فيما بينهم الشيوعية التي سقطت في عقر دارها وكفر بها أهلها، ما زالت توحد أهل الصين، فلماذا نحن المسلمون 1,000,000,000 ويزيد لماذا لا نتوحد ومعنا الإسلام؟ هم معهم شيوعية ساقطة في عقر دارها، نحن معنا الإسلام، فلماذا لا نتوحد وقد صرنا 70 جنسية و70 جواز سفر ما بين الدول الإسلامية وعربية؟ قلت: يا حبيبي، إن الصين 1,000,000,000 يجتمعون لأنه لا يوجد في صفوفهم دخلاء وعملاء يفتتون ويمزقون، لأنهم ليسوا موضوعين على لائحة الاستهداف الأول بألف كيد وألف مؤامرة وألف مخطط قذر يعمل عليه شياطين الجن والإنس، يشترك فيه علماء وأمراء وحكام وأغنياء وفقراء وكبار وصغار. إن هذه الأمة تتعرض لسلسلة تآمر مخيفة، ومن أشد صور التآمر عليها أولئك المدسوسون في صفها، الذين يلبسون جلدتنا يتكلمون بألسنتنا.
فإذا ما رأوا صوتاً للفساد والتخريب ناصروه، وإذا ما رأوا دعوة للسلبية والقعود أيدوها، أما إذا رأوا صوتاً للحق ينهض بالأمة ويوحدها، يحييها ويسيرها، يجمع شتاتها ويفجر طاقاتها. إذا وجدوا مثل هذا الصوت خذلوه، قاتلوه، قاوموه، خنقوه. أو علمت لماذا الصين 1,000,000,000 تتوحد بشيوعية الرعناء ونحن 1,000,000,000 لا يوحدنا الإسلام الحق؟ إن الداء فينا ومنا. وانظر حولك الآن، ألا ترى كل دعوة للسلبية متبعة، وكل خط للقعود مشجع ومصفق له، وكل صرخة إباء وعزة وكرامة تصم عنها الآذان، وتشاع حولها الأقاويل، وتنصب لها الشباك، وتصد وترد وتؤذى. لهذا هم 1,000,000,000 توحدوا ونحن 1,000,000,000 ما توحدنا. إنني أريد أن أقول لكم، بأن في هذه المرحلة المطلوب منا أمرين اثنين. الأمر الأول رفع مستوى سقف الوعي حتى نستوعب كل المؤامرة ونكون مع الأحداث فاعلين لا منفعلين، ومؤثرين لا متأثرين. فلنا نحن استقلالنا في التحليل وإدراك كل خطوة يقوم بها أعداؤنا ضدنا. وهذا نموذج لإعدام صدام أريدكم أن تدركوه وتفهموه، وصرف النظر عن أمور أخطر وأكبر تجري في فلسطين. يلعب الموساد دورهم القذر في تفتيت فلسطين وفي ضرب الإخوة ببعضهم هناك، وبعض الدول العربية المجاورة تلتقي بأولمرت وتضع معه أجندة القضاء على المد المقاوم في فلسطين ودعم الخط العميل والخط المستسلم والخط الموقع والمطبع على كل أوراق التنازلات. الأمر خطير، فأدركوا إن المطلوب منا أولاً الآن أن يرفع سقف مستوى الوعي. لا تقفوا مع ظاهر الحدث، تريثوا، لا تتعجلوا بإصدار الأحكام، ارجعوا إلى من يبصركم ويدريكم بحقيقة ما يجري. وسيبقى هذا المنبر بإذن الله طالما نحن على أعواده ونقف، سيبقى مرتبطاً بأمانة البلاغ والبيان وعدم الكتم وحقيقة التعليل والتحليل، لكي تبصر الأمة وتنهض وتعرف ما يجري حولها. أولاً رفع مستوى سقف الوعي، فانتبهوا، لا تكونوا سذج، لا تكونوا سطحيين، لا تلعب بكم وسائل الإعلام، لا تقعوا في المطبات والشباك التي يضعها أعداؤنا أمامكم. إياكم يا إخوتي، إياكم يا أبناء أمتي سنة وشيعة، إياكم يا أبناء وطني عربا وكردا، إياكم يا أبناء أمتي مسلمين ومسيحيين، إياكم أن تقعوا في هذه المطبات الخطيرة، فإن هذه لعبة الغد الآتي. أو سمعتم أن أمريكا الآن جمدت أرصدة مؤسسات سورية تزعم وتدعي بأنها تطور أسلحة غير تقليدية؟ سوريا الآن البارحة اتهمت رسميا من أمريكا بأنها تصنع أسلحة الدمار الشامل، وتم تجميد أرصدة لمؤسسات سورية رسمية. الأمر مخيف. إن الذي أحذركم منه هو حق قادم وحتم لازم، فتهيأوا. إن أريد أن أحمي أعراضكم وذراريكم وأبناءكم ووجودكم، فانتبهوا. حذرنا من 1,000 مطب فلم تعي الأمة فوقعت وتصاممت وتعامت، والآن أحذركم يا أبناء أمتي فتهيأوا واستعدوا، والرهان على الوحدة والتماسك. أريد أن يرفع مستوى سقف الوعي أولاً. ثانياً، تجييش الأمة بكل أطيافها وشرائحها وألوانها. تجييش الأمة، سنتناسى الآن الخلافات فيما بيننا حتى وإن كان هناك خلافات، تجيش الأمة بمجموعها في خندقية المواجهة للهجمة القادمة. وإن لم نفعل ذلك فسنجني على أنفسنا، وسيبكى علينا كما نبكي الآن على مئات الجثث كل صباح تلقى في شوارع العراق مجهولي الهوية. سيأتي يوم يفعل بنسائنا كما يفعل بأخواتنا في العراق في أبو غريب. سيأتي يوم سنندم، ولكن لا ينفع فيه الندم إن لم نستعد ونتجهز ونعي ونسمو ونتوحد ونتماسك. يا عباد الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني وإياكم
بالوعي الحقيقي بنور العلم والفهم لكل ما يجري، بالإدراك لكل ما يدور حولنا، وأن نعمل جميعاً على تجيش الأمة في خط المواجهة للهجمة القادمة. وسياج ذلك الاعتزاز بانتمائي لأمتي، أمتي الجريحة الذبيحة، ما زلت معتزاً بالانتماء لها. أمتي المحاصرة المدمرة، سأبقى معتزاً بالانتماء بها. أمتي المجوعة، سأبقى معتزاً بالانتماء لها. لن تجذب نظري أبداً، هكذا قل معي، لن تجذب نظري حرية أمريكا ولا ديمقراطيتها. لن نتأثر بوعود الغرب المعسولة المكذوبة التي تريد أن تصور لنا الرفاه القادم إذا انضوينا تحت راياتهم. نحن معتزون بانتمائنا لهذه الأمة على كل الحطام الذي فيها، وهذه أمة ستنهض، وهذه أمة ستقوم. إني معتز بإسلامي، بإسلام جاء به محمد وعمل على أساسه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين. إنني معتز بإسلام منزل من لدن حكيم خبير، ما زال محفوظا بين دفتي المصحف وفي كتب الصحاح. إنني ما زلت معتز بهذا الإسلام، ومتبرئ من كل إسلام عميل، ومن كل إسلام دخيل، ومن كل إسلام تلعب به الخرافة ويعبث به الجهل والسطحية. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أقول قولي وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله، قائد الغر المحجلين والأبطال الميامين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرًا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعياً نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، ويقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعظِّم وشرِّف وكرِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارضَ يا ربنا عن الصحابة والأزواج والقرابة، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا يا رب؟ إلى من تكلنا يا رب؟ إلى من تكلنا يا رب؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجعلنا تحت راية رضاك إخوانا متحابين متناصحين يا رب السماوات والأراضين. اللهم ربنا ورب كل شيء، ومليكنا ومليك كل شيء، من عادانا فعاده، ومن كادنا فكده، ومن نصب لنا شراكاً وشباكاً فاجعله عالقاً بها، ومن حفر لنا حفراً فاجعله واقعاً فيها. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، وجمد الدماء في عروقهم.
حتى يذبحوا أنفسهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. اللهم يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا غافر كل خطية، يا صارف كل بلية، كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتخر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ يا جبار السماوات والأراضين، يا قهار الطغاة والملحدين، يا من هو عالم بكل شيء وقيوم على كل شيء ومحيط بكل شيء، لا ترفع لأعدائنا راية، لا تحقق لهم غاية، اجعلهم لمن خلفهم آية. بلغ مكرهم وإن مكرهم لتزول منه الجبال. اللهم زلزل أركانهم، هدم بنيانهم، اللهم هدم عروشهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم، سلط عليهم رياحك، سلط عليهم أعاصيرك، سلط عليهم جنودك يا رباه، سلط عليهم زلازلك، سلط عليهم براكينك، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، لا تغادر منهم أحدا. عليك ببوش الطاغية، عليك ببوش الطاغية، عليك ببوش الطاغية، عليك بكل أذنابه، عليك بكل كلابه، عليك بالخولة المتآمرين، عليك بالصف العربي المتصهن، عليك بالطابور الخامس، عليك بالجبناء، عليك بالعملاء، عليك بالدخلاء. أرح الأمة منهم يا رب، اكشف أوراقهم يا رب، أسقط أقنعتهم يا رب. اللهم إنهم يذبحون كبارا صغارا، يعدمون حكاما ومحكومين. اللهم هدموا مساجدنا، دمروا بيوتنا، ذبحوا صغارنا، قتلوا كبارنا، سجنوا أحرارنا، دنسوا قرآننا، أراقوا دماءنا، انتهكوا أعراضنا، انتهكوا أعراضنا. غيرتك يا رب، جبروتك يا رب، قهرك يا رب، انتقامك يا رب، ثارك يا رب. من لدمعات اليتامى؟ من لصرخات الأيامى؟ من لأنين العفاف المنتهك؟ من لأعراض الحرائر من المسلمات؟ يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، نشكو إليك ما أنت به أعلم، نشكو إليك ما أنت به أعلم. طال إمهالك للكافرين، طال إمهالك للمحتلين، طال إمهالك للغاصبين، طال إمهالك للخولة المتآمرين. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، كل إخواننا في العراق وفلسطين وفي لبنان وأفغانستان والشيشان والفلبين وفي كل مكان يستضعف فيه عبادك يا رب، كل أبنائنا في الصومال، كل إخواننا في السودان، إن المؤامرة تضخمت يا رب، إن المؤامرة كبرت يا رب، ما عاد لها سواك، ما عاد لها سواك، ما عاد لها سواك يا الله. أصلح بين إخواننا في فلسطين، امنع الفتنة بين العراقيين، ارزق الوعي للصوماليين، وحد كلمة اللبنانيين، ولا تفجر بينهم فتنة اقتتال يا الله. يا رب يا رب يا رب، أصلح أبناء بلدي، أصلح أبناء بلدي، إنهم الأمل الوحيد الباقي. إنها أرض الملاحم يا رب، إنها الشام التي هي بعينك يا رب، اجمع كلمتها يا رب، وحد صف أبنائها حكاما ومحكومين يا رب يا رب. اجعل سوريا خط الدفاع الأخير، اللهم لا تسلط عليه عدوا، اللهم لا تسلط عليه عميلا،
اللهم لا تسلط عليه خائنا، اللهم واجعل على يد هذا الجيل ما وعدت به وما بشر به نبيك صلى الله عليه وسلم. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات، وآلهم والحمد لله رب العالمين.